أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: استحباب عدم كسر عظم العقيقة هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان كذلك فكيف تطبخ هذه الذبيحة؟ لا، هذا استحسان من الفقهاء، ما أذكر عليه دليل عدم كسرة، ما في دليل على هذا، إنما هو استحسان، يقولون تفاؤل بسلامة الولد، تفاؤل بسلامة الولد، هذا ما يمنع من كسر العظم. نعم.